كنتي متوقع يشوفني بس اجيت. اهلين كارولين. اهلين 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 حبيبتي. علي بالبيت؟ كثير مشتاق له انا، بس بدي اقعد معه وشوفه. لا هو مو بالبيت هلا. كيف بدي فهمك؟ كمال كمال، كارولين اجت. تعال اذا بدك فوتي لنحكي جوا. ها شلونك كارولين؟ فوتي فوتي تفضلي فوتي. يلا. شو يعني علي مو بالبيت هلا؟ كيف يعني ما اجى ابدا؟ انتو مو قال لانا لما انا مو هون رح تهتموا فيه؟ انا اتصل فيك انت من هولندا، مو على اساس علي قاعد عنكن؟ ما قالت انه منيح لا تخافي؟ انتو كذابين. انتو كذب علي انا. احكوا بسرقة، وين علي؟ حاجة بقى، روحي شوفي يمكن تلاقي قاعد عند رفيقه الصياد بدري الزبال، وحلي عنا اللي فينا مكفينا. انا رح يحاسبكن بعدين يا قديمين ضمير. اسمع هالقصة. الاسكندر الكبير كان رايح مع جيشه باتجاه الهند، وعالطريق مريض وتاه عن جيشه وما عاد يعرف يلحقهم، وبالصدفة في قبيلة لقوا الاسكندر وعالجوه لحتى طاب، ولما تعافى فكر يشتغل مثله مثل الناس العاديين، بس ما بيعرف يعمل شي غير يخوض الحروب، وانضم لأحد الجيوش كجندي مأجور. مع أول إجراء قبضوا إياها، شو شاف؟ شاف صورته محفورة على العملة، وعرف قيمته قديشها كبيرة كقائد جيش. قد ما حاول ما رح يقدر يطلع من توبه، وأنت ما رح تقدر إلا تكون هيك. وينك؟ أيوة أيوة. مساء الخير. خير شو في؟ في وحدة بنت اجت هلا وعم تسأل عن واحد، قال رجال مرضان واسمه علي، تعرفوه شي؟ أنا. مبين مبسوط لأنه لقيته. كارولين؟ يا عمري. حبيبي. عمري. اشتقت لك. اشتقت لك. شو عملوا فيك بغيابي؟ لا تخافي، أنا منيح حبيبي. أعرف بكل شيء أنا، كل شيء، بس كله رح يتغير للأحسن. أنا هون هلأ، ما رح أتركك. لوين مشوارك يا أخي؟ على الأوتيل؟ على تيباشي معلم. تكرم عينك.